الشهر المكرس لعبادة البيس والأقدس. لا عبادة البيس والأقدس؟ سؤال يمكن أشخاص كتار بيطرحوه. نحن منقول أنه نحن منكتفي بعبادة القربان، بس أحيانا كتير هالقربان ما بيكون مصمود قدام كل الناس، وأحيانا كتير بنكون عم نصلي لوحدنا بدون ما يكون في قربان. لسبب استعاضت الكنيسة عن عبادة القربان بشي سمته عبادة قلب يسوع الأقدس. خلينا بهالزمن وبهالشهر المبارك نترافق سوية حول بعض المعاني لقلب يسوع الأقدس، واللي هي بتدل حقيقة على إنه نحن ما عم نعبد قلب فقط، إنما عم نعبد شخص يسوع المسيح من خلال هالقلب المقدس. خلينا سوية نترافق مع هالقلب المقدس يلي مليان حب وحنين وعطف ورحمة، ونكون سوية عم نعيش قلب يسوع ونعيش الحب تجاه بعضنا البعض. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. أمين.